إيني بصراحة أنا ياش بعتني. عمتو سيمي إجت لعندك مزبوط؟ إيه صح إجت. كيف بتحكي معي هيك؟ يعني ياش هو بيعرف باللي صار؟ يا ترى هي حكت معه قبل ما تجي لعندي؟ شلون بتقترح علي هيك شي معقول؟ لا هو بدايانا نتزوج بدون ما نقول لباري حتى ما يعرف جده بقصة باري. يا ترى ياش موافق؟ لا لا يلي صار لك ماني موافقة هالشي أبدا. لك باري باري هي كل دنيتي، ومن وقت ما اجت على هالدنيا أنا ما أخذت ولا قرار بدون ما أفكر فيها. بقى كيف بدي أعمل هيك شي؟ نيها اسمعيني، أنا جيت لهون لحتى أحكي معك. صدقيني في سوء تفاهم كبير صاير، وأنا جيت بصراحة لحتى خبرك برأي ياش بهذا الموضوع. أيوة أنت جاي لتوقف مع ياش وتدافع عنه؟ لا لا أنا اسمعني، يلي كان لازم يجي لهون هو ياش، هو اللي كان لازم يجي ويحكي معي. لك معقول هالحكي؟ يعني معقول أنا أتزوج ياش بدون ما أخبر باري بالموضوع؟ اسمعني، أنا الوحيدة اللي بحق لي اتخذ أي قرار بخص بنتي باري، ما حدا بيقدر يقرر هالشي غيري. شو عم تقولوا انتو؟ لك كيف بدي اتزوج بهي الطريقة وبدون ما اخبر بنتي؟ بالحقيقة انا كان بدي عمو المدير. مرحبا. كيفك باري؟ انا منيحة. تعالي لهون باري، حضرت لك الاكل وحطيته على الطاولة، فوتي كلي يلا. نيها اسمعيني، ليش عم تدقلي المدام سيمي؟ شو؟ لسه من شوي كانت عندي، شو بدها مني؟ ياش ما دقلي لسه، أنا شو بدي أحكي لها هلأ؟ لا لا أنا عن جد ما بعرف. طيب ردي عليها هلأ. ألو؟ إيه قليلي مدام. نيها ليش هيك صوتك؟ نيها بابا وضعه كتير سيء حبيبتي، الدكتور قالنا إنه الأربع وعشرين ساعة الجايين رح يحددوا مصيره. ماني عارفة أنا شو لازم أعمل، أنا خايفة. طيب مدام طولي بالك وروقي. خايفة على بابا. نيها اسمعي، ممكن تجي لعنا على القصر؟ أنا بترجاكي نيها. إيه رح أجي. شكراً إليك، عم بستناكي تعي لهون بسرعة. ماشي. شوفي الوضع جده صار أسوأ. ما عم صدق. قالت لي إنه وضعه خطير. شو؟ هي بدها يعني يروح لعندهم على القصر.